بسم الله الرحمن الرحيم. اللكشر بتاعتنا الليلة هتكون عن موضوع مهم جدا, السيستم, very vital system in the body, اللي هو النيروس سيستم أو الجهاز العصبي. نيروس سيستم, نيروس سيستم بيتحكم في حاجات كثيرة, حركتنا, كل الأحاسيس, الميموري, الذاكرة بتاعتك, البيهيفير, كل الحاجات دي بتمشي وتجي, بنلقى انه المين كنترولر فيها هو النيرفس سيستم. لكن حتى النيرفس سيستم ما بيشتغل لوحده. النيرفس سيستم عندي انذر سيستم ان ذا بودي اللي هو اندوكراين سيستم. التو سيستم دي الاثنين هيعمل لك كنترولينج لكل الفايتلز بتاعت البودي, لكل المهام الرئيسية بتاعت البودي عشان يوصلوني لمرحلة اسمها الهيموستاسيس, اسمها الهيموستاسيس أو اللي هي الثبات بتاع الجسم, إنه أنت تكون زول نورمال. ده بسمي زول ده في شنو؟ في هيموستاتيك ستيت. أي ديفيشن على الهيموستاسيس بنتبلع عنه اللي هو الديزيز. طيب نيجي نشوف النيرفس سيستم من ناحيه بتاعت اناتومي. طيب النيرفس سيستم هيعمل لي شنو؟ لما نجي نعاين النيرفس سيستم هنلقى انه عنده 3 فانكشنز. اول حاجه هيعمل لي ريسيفنج لانفورميشن, هيستقبل لي معلومات, هيقوم يعمل لي انتجريشن اند بروسيسنج اند اناليسيس اوف ذيس انفورميشن, هيحللها يشوف الحاصل شنو, يديني الديسيجن. الديسيجن حيديني لو ده اللي هو شنو؟ ده الافكت اللي حيشنو؟ هيحصل لي اللي هو التاثير اللي حيحصل. كيف مثلا؟ الليله انا لو جيت في خدت اصبعي قام في نار ولعت في الحته, طوالي انا المعلومه اللي حتجيني انه حاحس بانه درجه الحراره في الحته دي عاليه شديد. طوالي الحال حقوم حعملها, حقوم حاسحب يدي حاجة تلقائية, اي زول دشيت حاجة طوالي حيسحب يده. الحاجة دي حصلت كيف؟ الحاجة دي ما حصلت بكل البساطة اللي احنا قلناها دي, لا, شوفوا اللي حصل شنو. إذا ده كان هنا فلنفرض ده هنا الأصبع بتاعك وفي هنا في الحتة دي عندي النار, اسم تقريب بس. طيب هنا عندك مستقبلات, مستقبلات اللي هي ريسبتورز, عندي ريسبتورز. الريسبتورز دي استقبلت اللي هي ريسبتور خاصه بدرجه الحراره, استقبلت انه والله درجه الحراره دي عاليه شديد. هتكون طوالي هتوصل لي المعلومه دي عن طريق نيرف معين, هو عن طريق عصب معين. النيرف ده هيقوم يمشي لي لاريا معينه اللي هتوديها لي الجهاز العصبي المركزي اللي هو شنو؟ السنتر. طيب وصلت للسنتر شنو؟ والله السنتر عارف انه درجة الحرارة الطبيعية من كذا لكذا, لكن والله جات هنا إشارة انه درجة الحرارة على الأصبع هنا واصلة مثلا كم 50 كم 60 100, درجة الحرارة عالية شديد ممكن لدرجة تعمل لي حريق عضوي. طوالي هو هنا الكلام ده كله بيحصل هنا في السنتر اللي هي انتجريشن اند اناليسيس. الحاجة اللي حيعملها طوالي حيديني اوردر انه لازم الأصبع ده يزحف من الحتة دي, اللي حيديني الاوردر عن طريق عصب تاني يجي لي هنا للمسلز المتحكم عليه في الموفمنت بتاعت الاصبع ده, هيقول له شنو؟ زح. طيب نيجي نشوف الاجسام بتاعت الحاجه دي. اول حاجه كان عندي ريسبتر, وقبل الريسبتر كان عندي الاستيمولس. استيمولس اللي هي شنو؟ دي الحاجه ذات اللي اثرت اللي خلت الاكشن ده كله يحصل, اللي هي شنو؟ استيمولس هنا بالنسبه لي الفيروس, صح؟ النار. نمرة 2 النار دي أثرت لي على المستقبل هنا في الأصبع على الريسبتور. الريسبتور دي وصلت كل الإشارات دي عن طريق عصب معين وصل لي للسنتر فوق, اللي هي مثلا وصل لي للمخ فوق. المخ فوق في حتة معينة تحكم لي في درجة الحرارة وفي الأحاسيس. طيب اللي هي عن طريق نيرف هسميه أفرنت نيرف او سنسوري, سنسوري نيرف, افرنت نيرف او
سنسوري نيرف. سنسوري ليش؟ عشان ليه احاسيس. وعموما الاحاسيس كلها هتمشي لي طالعه لفوق، ما في احساس بيجيني شنو نازل لتحت من البريك. عشان كده كلها احنا حاسبين شنو افرد. افرد معناها وارد، اللي هي الاحاسيس الوارد. لما نقول لك افرد نيرف اللي هو معناها شنو؟ العصب الوارد بالنسبه لشنو؟ للسنترال نيرفوس سيستم اللي هي السنترال بتاعه. النقطه اللي بعديها هيكون عندي سنتر، اللي هو السنتر هنا شنو؟ برين، المخ بتاعنا فوق. طيب رسل لي الاشارات دي رجعها، لكن المره دي حدينا اوردر شنو؟ وصلته احاسيس وترجمه. حدينا اوردر بتاع حركه اللي هو شنو؟ موتر. اذا ده كان اسمه سنسور نيرف ده هسميه موتر نيرف، هسميه موتر نيرف. واذا كان ده اسمه افرنت هنا المصطلح هيقول لي افرنت. افرنت اللي هي شنو؟ صابر. افرنت صابر. الافرنت ده هيتحكم لي في شنو؟ في المسلس قلنا اوف ذا فينجر. المسلس اللي بتتحكم لي في الفينجر اللي هي هسميها الافكتر، اللي هي المؤثر عليه، يعني ده اللي هاثر عليه. صح؟ معناها اخر حاجه هنا اللي هي هوصلها للافكتر اللي هي المسلس. هديها اوردر انه والله المسل الفلاني اعمل كونتراكشن، جا الكونتراكشن سحب لي شنو؟ سحب لي الاصبع من الحته دي تو بروتكت يور سيلف. ده كل حاجه اسمها منعكس او الريفلكس، اخذناه كمثال عشان نعرف الثري مين فانكشن اوف ذا نيرفوس سيستم. لانه من بدايه من الريسبتر افرنت نيرف سنتر افرنت نيرف والافكتر، كل الحاجه اللي انا بسميها دي البارس اوف ذا نيرفوس سيستم. معناها لما اجي احلل الوظيفه بتاعت النيرفوس سيستم هلاقي النيرفوس سيستم اول حاجه ريسيفنج انفورميشن. طيب ريسيفنج انفورميشن وين؟ هنا استقبل لي والله درجه الحراره كده استقبل. فانكشن الاولى ريسيفنج انفورميشن. فانكشن الثاني هنا حصل ليش في السنتر؟ انتجريشن اند بروسيسنج. انتجريشن اند بروسيسنج. بعد كده خلاص هيديني النتيجه اللي هي الاوردر. صح؟ اللي هي والله مجلس الكليه ده بيتعمل الطلبه قدام الامتحانات الريسيفنج انفورميشن حتجي اللي هي الاوراق بتاعت الامتحان هيجي في المجلس تصحح ويشاف الحاصل ده ناجح ده ساقط ده ندوه البرايس ده ريبيت ذا ليبل كده. صح؟ اللي هي دي كلها انتجريشن ان اناليسيس. بعد كده بنجي ندي النتيجه اللي هي الاوردر بتاعي هيكون عن طريق الموتر نيرف هيأثر لي على الافكتر اللي هو هنا المصري. طيب والافكتر عموما بيكون واحد من ثلاثه حاجات اللي هي ممكن يكون لي شنو؟ يا اما مصل يا اما جلاند، اللي هم اثنين مصل يا جلاند، لكن المصل يا اما فولنتري مصل يا اما انفولنتري مصل. وجينا عايزين نقول ثلاثه، يا اما فولنتري مصل او انفولنتري مصل او جلاند. الجلاند هخليها تعمل لي سكريشن. طيب والفولنتري مصل طوال انا هتحكم فيه وهكون واعي انه انا عملت لها كونتراكشن. انفولنتري مصل اخذناهم في الليكشر اللي فاتت اللي هم اثنين، يا اما هي كارديك مصل يا اما سموث مصل. معناه لو جيت سالتك قلت لك الافكتر ممكن يكون شنو؟ ممكن يكون سكليتال مصل، ممكن يكون كارديك مصل، ممكن يكون سموث مصل، ممكن يكون جلاند. بالنسبه للريسبتر كل تايب اوف سنسيشن عنده ريسبتر معين، تمبريتشر عندها ريسبتر معينه، بين عنده ريسبتر معينه، بريشر، تاتش، فايبريشن، دي كلها تايب اوف سنسيشن، كل واحده عندها نوع معين من الريسبترز، هتعرفوها في الفيسيولوجي ان ديتيلز التايب اوف ريسبترز. معناها ملخص الارك اللي عملناه ده كله او الريفلكس ارك ده انه النيرفوس سيستم ريسيفنج انفورميشن انالايز اند انتجريت ذا انفورميشن اند ذن افتر ذات بروديوس سيرتين افكت. طيب نيجي نشوف لو عايز اقسم كلاسيفيكيشن اوف نيرفوس سيستم. زي ما بقول الاناتومي بنمسك الحاجه الكبيره بنقطعها ان بيسز كل واحده ندرسها برا. طيب النيرفوس سيستم مكون لها شنو؟ قال والله عندي تو كلاسيفيكيشن، عندي اناتوميكال كلاسيفيكيشن وعندي فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن. اناتوميكال كلاسيفيكيشن عن فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن. اناتوميكال على حسب الاناتومي على حسب الموقع.
في جزو في الحته الفلانيه في جزء في الحته الفلانيه اللي هي حقسم لاثنين سنترال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي المركزي ان بريفرال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي الطرفي الجهاز العصبي الطرفي معناها اناتوميكال سنترال نيرفس سيستم ان بريفرال نيرفس سيستم طيب وين السنترال نيرفس سيستم وين البريفرال نيرفس سيستم هنا اي حاجه في اللون الاصفر دي كلها عباره عن النيرفس سيستم لكن الاثنين اللي هما عندي سنترال ان بريفرال قالوا سنترال نيرفس سيستم اللي هو كلين ميمبرين ان سباينال كورد ميمبرين ان سباينال كورد واي حاجه طلعت مش هتلاقي بريفري كل الاعصاب اللي انا شايفها بره دي باللون الاصفر دي كلها بريفرال نيرفس سيستم معناها اذا جيت هقول والله السنترال نيرفس سيستم كلين حاجتين Brain and spinal cord. Brain اللي هو شنو؟ المخ. Spinal cord اللي هو النخاع الشوكي. Spinal cord. طيب. وإذا جيت تكلمت عن الـ peripheral nervous system اللي هي any nervous tissue that located out the central nervous system. Any nervous tissues. That located out of CNS. طيب معناها اذا جه زول قال لك والله في عصب ماشي في اليد دي برا طوالي بدون ما تفكر هتقول له مش هنا لا برين لا سبينال كورد ده طوالي شنو؟ ده بريفرال نيرفس سيستم جيت لقيت والله مجموعه من الاعصاب بعدين في حته معينه هذا هي جوا السبينال كورد او جوا البرين دي سنتر نيرفس سيستم اوتسايد ذا بريفرال نيرفس سيستم طيب معناها احنا الليكشر ده هتمشي كده هنمسك الانتوميكال كلاسيفيكيشن هنتكلم ان بريف او اوتلاينز كلام كده ما ان دي ديتيلز عن البريف بعدها هنمشي نتكلم عن السباينال كورد بعدها هنمشي نتكلم شويه عن الاستراكشر اوف بريفرال نيرفس سيستم بعدين هنيجي نتكلم عن الفسيولوجيكال برضه ما هنخش ان ديب ديتيل لانه دي جاست انترودكشن. طيب من ناحيه الفسيولوجيكال هقسمها لشنو؟ الفسيولوجيكال كلاسيفيكيشن هقسمها يا اما للموتر سيستم يا اما سنسوري سيستم. انا هنا هقسمها للموتر سيستم سنسوري سيستم. لكن في حاجه ثانيه لقيوا انه والله ذاته في الموتور ده في حاجات انا بتحكم فيها بارادتي وفي حاجات انا ما بقدر اتحكم فيها. الكلام ده لو رجعنا للليكشرز اللي فاتت بتاعت المسكولر سيستم قلنا والله عضله القلب دي شغاله لكن انا ما بتحكم فيها، ما بقدر والله اقول لها دقيقه كيفي اشتغل. لكن العضلات اللي انا شايف السكليت الموصل دي بتحكم فيها، اعمل كونتراكشن بتعمل كونتراكشن، اعمل ريلاكسيشن بتعمل ريلاكسيشن. عشان كده اللي بيقول انه قسمت بالاضافه للفسيولوجيكال للموتر عن سنسوري هقسم ليه اللي هي فولنتري اند ان فولنتري والفولنتري هنا هسميه سوماتيك هسميه سوماتيك دايما قلنا كلمه سوماتيك كلمه ريليتد للامبريولوجي انه دي الاستراكشرز اللي انا بتحكم فيها اللي هي الفولنتري والانفولنتري اللي هتكون متخصصه في شنو؟ في الفيزرا. اللي هتكون في شنو؟ في الفيزرا اللي هسميه اوتونومي. اوتونومي. اوتونومي اللي هو ده بارت مهم من النيرفس سيستم اسمه الاوتونومي نيرفس سيستم اللي هو جزء من الجهاز العصبي اللي بيتحكم لي في الاحشاء الداخليه اللي هو التحكم فيها تماما لا اراده. طيب إذا حتى في السنسوري عندي سوماتيك اند اوتونوم عندي برضه شنو سوماتيك اند اوتونوم معناها ان احنا هنبدا الليكشر كيف؟ اناتوميكال قلت هقسمها للسنتر نيرفس سيستم بريفرال نيرفس سيستم برين اند سباين كور كونستيتيوت سنتر نيرفس سيستم اني نيرفس تيشو ذات لوكيتد اوتسايد سي ان اس كونستيتيوت بريفرال نيرفس سيستم فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن يكون عندي موتر اند سنسوري والاثنين عندي فيهم جزء فولنتري وجزء انفولنتري اللي هو الفولنتري هسميه السوماتيك والانفولنتري هسميه الاوتونومي.
طيب قبل ما نخش في الكلام ده نشوف شويه عن النيرفس تيشو، الانسجه العصبيه ذات عباره عن شنو. طيب نيرفس تيشو طيب النيرفس تيشو دائما انا اللي بتكلم عن نسيج برجع طوال للخليه الاساسيه اسمها شنو؟ الخليه العصبيه الاساسيه اللي هي الانطوميكال فانكشنال انبريليكال يونت اوف نيرفس سيستم اسمها نيورون، اسمها نيورون. النيورون اللي هي الخليه العصبيه الوظيفه الاساسيه بتاعتها اللي هي ترانسفورمينج او ترانسبورتينج، زي امبلس جات اشاره شالتها ودتها للحته الفلانيه، زي سلوك الكهرباء دي، تخيلوا القاعه دي كلها فيها سلوك كهرباء صح؟ سلوك الكهرباء دي عباره عن النيورونز اللي حتقعد تنقل لي الاشارات العصبيه. طيب بالاضافه لكده، لكن حتى سلك الكهرباء ده لو لاحظنا شنو؟ بلقى حوالينه في عازل، والعازل ده شنو؟ وظيفته الاساسيه الحمايه بتاعت سلك الكهرباء صح؟ معناها بالاضافه للنيورونز عندي حاجه اسمها السبورتنج تيشو، او بديها اسم اسمه نيورو جلاب، اسمها نيورو جلاب. معناها النيرفس تيشو مكون عليه من نيورونز وظيفتها نقل الاشارات العصبيه، والنيورو جلاب اللي هي وظيفتها تسبورت ذا نيورونز، تسبورت ذا نيورونز. بعد سبورت ذا نيورونز مشو نيوتريشن كل الويست برودكتس بشيلها منها، سبورتنج لها في الاستراكشر كل الحاجات. طيب النيورو جلاب برضه والنيورونز هنعرفهم من ديتيل في الهيستولوجي، لكن عشان النيورون هو الحاجه الاساسيه نشوف شويه كلام عنها. نشوف الكلاسيكال شيب اوف نيورون. النيورونز اشكالها بتختلف جدا، لكن نحاول نرسم نيورون. شوف ده الشكل بتاع الخلية العصبية أو النيورون. هلقى هنا عندي سيل بودي، هلقى هنا عندي فايبر كده هسميه الأكسون، هسميه الأكسون، وفي الأكسون ذاته التيرمينال إن بتاعه دايليت شوية منتفخة هسميها تيرمينال بوتوم، هسميها تيرمينال بوتوم. طيب معناها هسه حاليا قلنا النيورون مكون من اكسون، مكون من سيل بودي طيب واكسون، والاكسون ذات فيه دايلات البارت تيرمينال بوتوم. هنا عندي سمول مالتيبل بروسيسز دي هديها اسم اسمها دندرايتس، دندرايتس اسمها دندرايتس، ودي هنا طبعا النيوكليوس بتاع النيورون. طيب وظيفة الدندرايت شنو؟ وظيفة الأكسون شنو؟ ده هنا السيرفر واضح هنا فيها النيوكليوس وهنا فيها السيتوبلازم بتاع النيورون. الوظيفة الأساسية بتاعت الدندرايت اللي هي ريسيفنج امبلسز، معناها شنو؟ الدندرايت هي دائما بتقول لها ريسيفنج بعض. خلاص معناها النيورون ده من أنظر نيورون هيستقبل لي معلومات، لكن عن طريق المستشعرات اللي هنا دي أو السمول بروسيسز دي اللي هسميها دندرايت. ومن هنا الإشارة هتيجي ما شاء الله عن طريق الأكسون، من الأكسون هتصل لي لحد التيرمينال بوتوم في الأكسون، ومن هنا هتنقل لي لأنظر نيرون، أو خلاص هكون وصلت الإفكتر بتاعي وديته الأورد. معناها هنا شنو؟ الأكسون بيعتبره سيندينج بارت، سيندينج بارت أوف نيرون. طيب ده الكلاسيكال شيب اوف نيورون، لكن لما جو يمسكوها قالوا لا النيورونز دي والله اشكالها بتختلف، عملنا لها كلاسيفيكيشن على حسب النمبر اوف بروسيسز. نيجي نشوف كيف. قال والله مرات شكل النيورون بيكون عامل كده. هنا اذا كان دي سيل بودي فيها النيوكليوس حاجه عامله كده، حاجه عامله كده.
تمام؟ لو جينا مسكنا كده اي والله ده السيل بودي ودي هنا دندرايت وده أرز ده حقون قال حاسميها يوني بولر عندها بول واحد او في نفس الوقت سودو يوني بولر دائما كلمة سودو معناها كاذب سودو كاذب طيب ليه كاذب؟ السودو يوني بولر واليوني بولر حاجة واحدة هي اصلا عندها وان بول لكن سودو يوني بولر انا والله لو جيت عينت بعيد كده اقول لا لا ده عندها شنو؟ تو بولز زي عندها يدين اثنين صح؟ لا لا والله هنا دي المفترض تكون شنو؟ باي بولر حيقول لا سميناها سودو يوني بولر انا بشوف من السيل بودي طالع لي كم بروسيس من هنا بروسيس واحد لكن بروسيس واحد ده ذاته يتفرع على اثنين جزء يستقبل المعلومات وجزء يودي لي المعلومات تمام؟ معناها في النهاية عندها جاست وان بول عشان كده سميناها يوني بولر ومرات بسميها سودو يوني بولر لأنه الوان بول ده ذاته بيتقسم لي اثنين نيجي نشوف النوع الثاني النوع الثاني ضوابط ده هنا سيل بودي دي النيوكليوس ومن هنا عندي دندرايت ومن هنا عندي أكس معناها عندي تو بولز صح؟ يعني من السيل بودي طلعوا لي تو بولز لكن من السيل بودي طلع لي شنو؟ وان بول عرفت الفرق عشان اسمك تاخد ده خلاص دي هو اسم باي بول كلمة باي دائما اثنين صح؟ معناها هنا باي بول وده هسميه يوني بول والكلاسيكال استراكشر ده واللي هو الان اكثر حاجه متواجده هسميه مالتي بولر يعني مالتيبل بروستاسيس من السيل بودي معناها انا لو جيت عايز اسمي نيرون على حسب النمبر اوف بروستاسيس بعاين لاول حاجه اللي هي السيل بودي دي النيوكليس من السيل بودي اللي فوق هي التكفير طالع لي كم بروستاسيس من هنا والله ده واحد وده واحد طوالي ده باي بولر جيت مسكت ده منه بس طالع كم واحد ده طوالي يوني بولر منه هنا طالع كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لا ده طوالي شنو؟ مالتي بولر معناها على حسب الاستراكشر بتاع النيرون قسم النيرون ليه؟ يوني بولر باي بولر اند مالتي بولر والحاجة المهمة لازم تعرف مثال لكل واحد هنا ده ما محتاج مثال لأنه مور ذان 90% اوف نيورونز كلها شنو مالتي بولر لكن ده بلقاهم في حتات معينة يعني مثلا باي بولر بلقاهم في الاولفاكتوري اي بي سي يعني. بلقاهم في الاولفاكتوري اي بي سي يعني. اللي هي الابيسيليوم او النسيج بتاع الشم النيورونز القاعده مش الشم ده برضه شنو؟ حاسه صح؟ معناها برضه شنو؟ جزء من النيرفس سيستم. النيورونز بتاعتها القاعده شكلي باي بولر. واليوني بولر عندي حاجه اسمها دورسال روت جانجليون. دورسال روت جانجليون. دورسال ما عندنا فيها مشكله. معناها حتى على جهة الظهر لكن كلمة جانجليون دي جديدة عليها طيب كلمة جانجليون دي لازم نعرفها ولازم نعرفها يعني شو طيب معناها هسه حاليا نسيفة كده الدورس الروت جانجليون حاليا نفهم كلمة جانجليون نشوف الدورس الروت جانجليون قاعدة وين الحاجة اللي عايزين نعرفها في الحتة دي انه الدورس الروت جانجليون نوع النيورون اللي فيها يوني بولر او سودو يوني بولر والالفاكتوري ميسيليوم باي بولر واغلب النيروس في باقي النيروس سيستم هي مالتي بول. طيب اي شيء كلمة جانجليون دي يعني شو؟ طيب عندي مصطلحين واحد اسمه جانجليون واحد اسمه نيوكليوس. واحد اسمه نيوكليوس. لكن ما قصدي النيوكليوس اللي بتكون قاعدة عليه انسايد ذا سيل لا. طيب الاثنين الجانجليون اند نيوكليوس الاثنين عباره عن كولكشن اوف نيورونز انت واصحابك كده قاعدين في حته بيسموا ديل شله صح؟ نفس الفكره كم نيورون قاعدين جنب بعض عشان يعمل انتجريشن بتاع سيرتنج انفورميشن ديل بسميهم شنو؟ يا اما جانجليون يا اما نيوكليوس طيب 200 بسميهم جانجليون 200 بسميهم نيوكليوس قالوا اذا كان كولكشن اوف نيورون انسايد سنتر النيرفس سيستم طيب السنتر نيرفس سيستم شنو؟ معناها يا انسايد البرين اما انسايد السبينال كورد. لو كان في البرين او السبينال كورد في كمية بتاعت نيرون مجمعة هسميهم نيوكليوس. هسميهم نيوكليوس.
وإذا كان نفس الكولكشن ده لكن كان outside the nervous system معناه في peripheral nervous system outside the central system sorry معناه في peripheral nervous system هسميهم ganglia ganglia معناه لو جيت قلت الدورسال root ganglion معناه هي عبارة عن collection of neurons outside the central nervous system في الدورسال area ورا اللي هي بتكون طالعة عليه شنو من ال spinal cord لكن outside the spinal cord هني نشوفها في اللكشر اللي قدام. طيب معناها الفرق بين النيوكليوس والجانجليون اللي كان عباره عن كولكشن اوف نيورونز لكن دي انسايد ذا سنتر نيرفوس سيستم دي اوتسايد ذا سنتر نيرفوس سيستم. ما دام شفنا دي في مصطلح ثاني مفترض نعرفه. المصطلح الثاني اللي هو شنو؟ اللي حيسمه نيرف اللي حيسمه تراكت. مفترض نفرق بين نيرف ان تراكت. طيب نيرف مش نحن قبل شوية وصلنا النيرون الكلاسيكال شيب اوف ذا نيرون ده الاكسون. الاكسون دي لما تيجي كلها متجمعة سوا هسميها يا نيرف يا تراك معناها اللي هي شنو؟ بندل حزمة بندل اوف اكسون هسميها يا اما نيرف يا اما تراك معناها برضه واحدة يا اما في السنتر نيرفوس سيستم يا اما في البريفرال نيرفوس سيستم معناها نيرف اللي هي شنو؟ بندل اوف اكسونز bundle of axons outside central nervous system والتراك هو عبارة عن bundle of axons inside central nervous system. عرفنا الفرق؟ انه انا حزمة بتاعت axons مترابطة قاعدة مع بعض وغالبا بشيل نفس المعلومات من حتة لحتة. إذا كان الكلام ده outside the center nervous system هسميها nerve معناها في البريفرال nervous system وإذا كان inside the center nervous system هسميها tract. طيب برضه عندي مصطلح ثالث المفترض أفرق بيناتهم ممكن الناس كلها تكون سامعة بيه اللي هي مرات بقول لك في حاجة اسمها واي متر وفي حاجة اسمها جراي متر. طيب واي متر اند جراي متر ده شنو الابيض ده شنو الرمادي؟ الواي متر اند جراي متر ده وصف جروس ديسكريبشن للي انا شايفه. اذا جيت عملت للبرين ده هلقى فيه جزء رمادي جزء ابيض واذا جيت عملت للسباينال كورد ده هل في جزء منه ذات رمادي جزء ابيض. ليه جزء رمادي جزء ابيض؟ طيب نرجع للاستراكشر بتاع النيورون بتاعنا. كلاسيكال استراكشر نعيد الحياه الثانيه سيل بودي نيوكليوس دندرايتس اكسون اند تيرمينال بطن. طيب قالوا انه هنا حوالين الاكسون بيجيني زي شيست. شيست معناها شنو؟ زي غطاء يغطي لي الاكسون. يعني من هنا لهنا عندي شيست ومن هنا لهنا شيست ومن هنا لهنا شيست. الشيست ده عبارة عن استراكشر بتاعه ليبيد تمام فيه ليبيد والكلر بتاع الشيست ده ابيض. الشيز اسمه مايلين شيز اسمه مايلين شيز. طيب المايلين شيز ده وظيفته شنو؟ ده هنا بتجيني الاشاره العصبيه لما تصل المايلين شيز ما حتقدر تمشي في المايلين شيز هيقوم يحصل لها جامبنج تقوم تجيني هنا في الحته دي ولما تصل هنا شنو؟ هتعمل احصل لها جامبنج من هنا جامبنج. فرق بين انه زول ماشي سايد بين انه زول شنو بقفز. معناها المايلين شيز وظيفته انه يسرع عليه الاشاره العصبيه والاكسون اللي بيكون كفر باي مايلين شيز بسميهم مايلينيتد اكسون والاكسون اللي ما فيه مايلين شيز بسميه ان مايلينيتد اكسون. المايلين شيز ده الكلر بتاعه ابيض معناه شنو؟ الجزء ده هنا
هيديني اللون ياتو اللي هو الشكل بتاع الواي متر والجزء بتاع السيل بودي اللي هو ده هيمثل لي الجراي متر. معناها وايت متر وجراي متر ما استراكشر مفصول دي نيرونات، لكن السيل بودي بيديني الكلر الجراي، وكل الوايت ده عباره عن مايلينيتك اكسون. ده الفرق بيناتهم. لكن في البريم فوق الجراي متر قاعد ليا في البريفري في السوبرفيشال بار اللي هي دي قشرة المخ اللي هي الكورتكس اوف ذا برين، كورتكس اوف ذا برين او السيريبرال كورتكس. طيب وفي السباينال كورت الموضوع هيبقى الجراي متر هيكون قاعد لي جوا، والوايت متر هيكون قاعد لي شنو اوت سايد او سوبرفيشال. لكن نعرف انه الفرق ليه وايت متر ليه جراي متر عشان شنو؟ الجراي متر لانه السيل بودي، والوايت متر عشان المايلين شيس اللي هي المايلينيتك اكس. بالاضافه لكده النيوروغليا البلاد فيزلز والبروسيس والحاجات دي كلها بلقاها وايت في الجراي، لكن جراي لازم السيل بودي، وايت لازم شنو؟ المايلين شيس. طيب ده كده كان تكلمنا عن امبورتنت تيرمز في النيرفوس سيستم، عرفنا الفرق بين الجانجليون والنيوكليوس، عرفنا الفرق بين النيرف والتراك، عرفنا الفرق بين الجراي ماتر اند وايت ماتر. نجي وعرفنا التايب اوف نيورون على حسب النمبر اوف بروسيسز، وعرفنا انه النيرفوس تيشو كله بيتكون لي من نيورونز اند نيورو جلاند. نرجع للكلاسيكيشن الاول بتاعنا، قلت لك انا عندي اناتوميكال وقسمناه لسنترال نيرفوس سيستم اند بريفرال نيرفوس سيستم. معناها نبدا نتكلم عن السنترال نيرفوس سيستم. والسنترال نيرفوس سيستم ذاته تكون من حاجتين اللي هم البرين اند سباينال كور. طيب نرسم سوا رسم تقريبا نشوف الحاصل. البرين ذاته مكون لي من المخ اللي هو سيريبرال، المخ اللي هو سيريبرال، وهنا في الحته دي بتويل، وانا عندي في الحتتين شنو؟ بالجنبتين تو سيريبرال هيمسفيرز اللي هو الفص الايمن للمخ والفص الايسر، تمام؟ بتويلهم عندي عندي حاجه اسمها داين كيفلون. اسمه شنو؟ داين كيفلون. طيب وده هنا اسمه سيريبرال. بعد الداين كيفلون انا سيريبرال هيجيني جزء المخ اللي هو البرين ستيم، اللي هو البرين ستيم جزء المخ. جزء المخ ذاته مكون له من ثلاث حاجات اللي هم هنا عندي الميد برين دي بونس، وعندي هنا ميدالا او بلانجات دبار ضباط ضباط. معناها البرين ستيم ذاته كل من ثلاث حاجات، الجزء اللي فوق منه اسمه الميد برين، والجزء اللي دايليتد ده منتفخ اسمه بونز، والجزء التحت ده اسمه النخاع المستطيل او الميدالا اوبلانجات، ميدالا اوبلانجات. طيب بكده هيكون شنو؟ سوري، في اخر استراكشر اللي هو المخيخ اللي هو هنا شنو؟ سيريبيلا، يكون في الحته دي سيريبيلا، سيريبيلا. معناها لو جزء ثاني قال لي البريم مكون من شنو؟ اقول له من سيريبرم، عندي تو سيريبرال هيمسفيرز، وفي البب بتاعهم جوا عندي داين كيفلون، في استراكشرز مهمه منها المنطقه بتاعت المهاد، منطقة تحت المهاد، استراكشرز كده هنعرفها ان ديتيل لقدام. بعد كده عندي جزء المخ مكون من ثلاثة، ميد برين بونس اند ميدالا بلانجاتا، وعندي شنو؟ بوستير ليهم عندي سيريبيلم اللي هو المخيخ. معناها شنو؟ سيريبرام داين كيفلون ديل كلهم بسميهم ميد برين، بسميهم برين ستيم اللي هم ميد برين بونس اند ميدالا بلانجاتا، وهنا عندي سيريبيلم. وعشان اكتب السنترال نيرفوس سيستم هيكون هنا عندي سباينال كورد، هيكون هنا عندي سباينال كورد، تمام؟ اللي هو السباينال كورد ما ينفعش، معناها البارت اوف ذا سنتر نيرفوس سيستم سيريبروم داين كيفلون ميد برين بونس ميدالا بلانجاتا
سيربيلم، وهنا هيكون حاجة عندي سباينال كورد. طيب نشوف البروتكشن اوف سنتر نيرفس سيستم بيتحمي بشنو؟ بروتكشن اوف سنتر نيرفس سيستم، نخلي نفس رسمتنا دي نشوف معهم بشنو. لقوا انه عندي ثلاثة اغشية بتحويلي الجهاز العصبي المركزي اللي هم بسميهم اغشية السحارة، بتسمعوا زول ده والله جاو التهاب سحاري صح؟ اغشية السحارة اللي هي ثلاثة طبقات اسمهم منينجز، اسمهم منينجز. طيب المنينجز دي ثلاثة طبقات، واحدة هتكون ملاصقة للسنتر نيرفوس سيستم، إذا جينا رسمناها بتكون هنا ملاصقة جدا لشنو؟ للسنتر نيرفوس سيستم، وعشان هي ملاصقة كده ادوها اسم سموها الأم الحنون، دائما الأم الحنون بتكون شنو؟ شايلة طفلة طوالي صح؟ الأم الحنون واللي هي اسمها البيا ماتر، اسمها بيا ماتر، معناها قلنا المنينجز الوظيفة الأساسية بتاعتها البروتكشن للبرين آند سباينال كورد اللي هي بروتكشن للسنتر نيرفوس سيستم، وأول لاير فيهم إن كلوز كونتاكت ذا سنتر نيرفوس سيستم اسمها البيا ماتر. بعدها طوالي عندي طبقة بسميها الطبقة العنكبوتية أو الأم العنكبوتية، اللي هي اسمها دائما عنكبوتي أركانويد، هقوم أسميها أركانويد متر، أركانويد متر. وآخر واحدة لأنها هي بعيدة شديد من السنتر نيرفوس سيستم هديها اسم اللي هي الأم الجافية، اللي هي هتكون شنو؟ دورة مدر، هذا اسم اللي هي الدورة مدر، معناها المنجز 3 layers اللي هم بيا مدر أركانويد مدر دورة مدر ثلاث طبقات. ولو جيت كل واحدة شفت قربها من السنتر نيرفوس سيستم أكثر واحدة ملاصقة للسنتر نيرفوس سيستم اللي هي البيا مدر، وفي النص طوالي هتكون الأركانويد متر، وأكثر واحدة سوبرفيشال أند أوتسايد اللي هي الديورا متر. طيب هنا نحن حاليا بنعاين للسنتر نيرفوس سيستم إن سيجيتال سيكشن، معناها أنا قاطع كده وبعاين بالجنب. طيب إذا أخذنا كورونال سيكشن وعايز أشوف الحاصل شنو، ناخذ رسمة بفيو ثانية عشان لما تمشي المرجع وتشوف الصور تكون الموضوع واضح. إذا كان ده السيريبروم هنا هيستعرض ليه شنو؟ التو بارتس. طيب في الحتة دي هيكون هنا عندي الداي كيفرون، دي التو سيريبرال هيمسفيرز. بعد كده هيجيني البرين ستيم اللي هم الميد برين والبونس والميدلا وبلانجاتا وحواصل اخر حاجه اللي هي تحت السباينال سباينال كورد. طيب والسيريبيلم هنا هيكون ليش شنو؟ هيصير لي مور بوستيريور، يعني هنا كوره هيكون عندي شنو؟ هيكون عندي السيريبيلم، عندي الاجزاء تو سيريبرال هيمسفيرز، وهنا هيكون عندي داين كيفرا، قلنا كل الاثنين تو سيريبرال هيمسفيرز، وهنا الثري بارتس اوف برين ستيم اللي هم الميد برين والبونس يظل برانجاتا من السباينال كورد مور بوستيريور اللي هو هيكون ليه شنو؟ سيريبيلوم. طيب لما جيت قطعت كده هتكون تظهر لي حاجه انه في تجاويف داخليه، يعني انا جيت عينت اليوم من الكليه ده والله مقفل، لكن اول ما جيت لقيت لي بقى فتحت لقيت في غرفه، فنفس الفكره انا لما قطعت كده هتكون تظهر لي تجاويف في الحتات دي، هلقى هنا في غرفه في تجويف في السيريبرم، وهنا في تجويف في الداين كيفرون ذاته، ولقيت هنا في تجويف في البرين ستيم، وفي تجويف داخل السباينال كورد، معناها في ممرات داخليه
الممرات الداخلية دي بجيب في سائل معين ماليها. السائل ده اسمه السائل النخاعي الشوكي. اسمه شنو؟ السائل النخاعي الشوكي. أو اللي هو سيريبرو سباينال سباينال شوكي. والنخاعي اللي هي شنو؟ سيريبرال سيريبرو سباينال فلويد. أو مشهور بالتصريف الـ CSF. وطيب اها الغرف دي حاسميها شو؟ الغرف دي حاسميها فينتريكلز. فينتريكل فينتريكل معناها بطين، اللي هي حته مالها مجوفه بجوه كده، زي ما القرب عندي فيه بطينين نفس الفكره هنا عندي شنو؟ عندي فينتريكلز في السنترال نيرفس سيستم. الكبت بتاع السيريبرام حاسميه عشان هي قاعده عليه لاترالي حاسميه اللاترال فينتريكل. والكافيتي بتاعت الدايكيفلون هسميها السير فينتريكل. والكافيتي بتاع البرين ستيم هنا هسميه الفورس فينتريكل. والكافيتي بتاعت السباينال كورد هديها كنال هسميها سنترال كنال اوف سباينال كورد. سنترال كنال اوف سباينال كورد. طيب الفكره شنو؟ انه السيريبروسباينال فلويد انا هنا بصنعه في الفينتريكلز. هيجمع الشيلين من التو لاترال فينتريكلز هيخش عليه هنا في السيرف فينتريكل. من السيرف فينتريكل عشان يصل للفورس فينتريكل هنا عندي قناه اسمها سيريبرال اكوي باكت. اسمها سيريبرال اكوي باكت. السيريبرال اكوي باكت معناها توصل لي بين السيرف فينتريكل اند فورس فينتريكل. والفورس فينتريكل هاي شنو؟ هيودي لنا السيربروسباينال فلويد انسايد ذا كافيتي اوف ذا سباينال كورد. الحاجه دي كلها اسمها فينتريكولار سيستم اند سيربروسباينال فلويد. امبورتنت توبيك هنعرفه لقدام. ايفن حتى الناس اللي بيكون عندهم سحاي انا بقدر اشخص السحاي انه انا بسحب عينه من السائل المفاعل الشوكي بقدر بشوف فيها الحاصل شنو في بكتيريا في فيروسات خالص. معناها انا بنتج السيربروسباينال فلويد في الفينتريكلز اللي هم عندي التو لاتر الفينتريكلز سير فينتريكل فورس فينتريكل. من السير فينتريكل للفورس فينتريكل عندي سيريبرال اكوي ضغط. وهنا من الفورس فينتريكل حاولت السيريبرال سباينال فلويد شنو؟ في السنتر كامبس اوف سباينال كورد. لكن السيريبرال سباينال فلويد عنده سيركيوليشن خاصه به. ما دام في برودكشن لازم تكون في حته يحصل لي فيها ابزوربشن. ما لو ما كده لو كنت انا بس بنتج بعد شويه المخ ده حيتنفخ ما حاقدر شنو؟ اودي الفايبر. عشان كده لازم في انتاج وفي امتصاص. البرودكشن اللي كان في الفنتريكلز عن طريق حاجه اسمها كورويد بلكسس اللي قدام بتعرفوها بالتفصيل. لكن الابزوربشن يحصل وين؟ الابزوربشن اللي هو انه هنا في الفورس فنتريكل في ممرات بتوديه لي مش كان عندي 3 لايرز اللي هم عندي لاير البي ماتر اركانويد والدوره. بين البي والاركانويد عندي سبيس عشان هو تحت الاركانويد اسمه السب اركانويد. سب اركانويد سبيس. سب معناها تحت صح؟ سب اركانويد سبيس معناها من هنا من الفورس فينتريكل في جزء من السيريبروسباينال فلويد بوديه السب اركانويد سبيس. من السب اركانويد سبيس هيحصل في مكان معين امتصاص ليه وهرجعه للفينوس سيستم اللي هو من الفينوس سيستم في النهايه برجع له الى الهارت. تمام؟ عشان كده السيريبروسباينال فلويد سيركيوليشن البرودكشن في الفنتريكلز وجزء بيمشي لين السبار كانويد سبيس. يعني لو جزر سالك قال لك السي اس اف بتلاقي وين؟ في حتتين يا اما في الفنتريكولار سيستم يا اما في السب اركانويد سبيس. وبرضه ان ديتيل لقدام هنعرف كميته كم في الساعه بينتج كم والسيركيوليشن كيف واذا حصل بلوكج دي كلها ديتيل خاصه بطبق اسمه فينتريكولار سيستم اند سيريبرو سباينال فلويد. طيب ما زلنا بنتكلم في الجزء الاول اللي هو السنتر نيرفس سيستم اللي هو قلنا فيه البرين اند سباينال كورد وعرفنا البارتس اوف ذا برين وخدنا كروس سكشن اوف ذا برين سكتال سكشن وخدنا كورونال سكشن. تفضل لازم نعرف الاستراكشر بتاع السباينال كورد. طيب
structure of spinal cord. عشان ندرس spinal cord هنقول شنو؟ ناخذ cross section, transverse section, مقطع ونعاين الحاصل. طيب نيجي نشوف الرسمة هتكون عاملة كيف. بتكون عبارة عن الجري والباقي كله البلط جوا ده بيكون وايد. لكن قلنا الحكاية دي هتتعكس لك في السبينال كورد. قلت السبينال كورد لما نعاين كده الجزء جوا هلقاه جري. هلقاه جري. والجزء البر ده هلقاه شنو؟ وايد. عشان كده ده الجري متر اللي هي بيصير لي اس اتش شيب. وطيب الاوبن دي هتكون شنو؟ دي السنتر الكنال اوف السبينال كورد اللي هي الكبت بتاعت السبينال كورد. اللي هيكون ليه ماشي ليه فيها سيربرو سباينال فلويد اللي اتكلمنا عنه قبل شويه. طيب لما نجي نعاين الاتش شيب اللي هو الجري ماتر. جري ماتر يعني شنو؟ اللي هو هنا عندي فيه السيل بودي صح؟ والوايلد ماتر اللي هيكون ليه فيها الاكسون. طيب الوظيفه بتاعت السباينال كورد انه هيطلع ليه الاعصاب الطرفيه. لو جينا عاينها هنا كل ده السباينال كورد طالع منه شنو؟ الاعصاب اللي هي دي اسمها سباينال نيرفز. spinal nerves. طيب spinal nerves هتطلع كده. لمهم الجزء الورا ده هسميه ديل dorsal horn. هسميه dorsal horn. والجزء اللي قدام ده هسميه ventral horn. horn معناه شنو جرين. ديل الventral horn وديل الdorsal horn. طيب الdorsal horn هيتحكم لي في السنسوري بار. معناها غالبا اصلا الdorsal horn يكون شنو؟ سنسوري. والفنترال هورن الاثنين ديل هيكونوا شنو؟ موتور. فنترال هورن اللي هو شنو؟ موتور. طيب وانا في النهايه هطلع لي سباينال نيرف عصب واحد يكون فيه سنسوري وفيه موتور. معناها لازم ليش شارك لي بيجيسو ولازم ليش شارك لي بيجيسو. نشوف المشاركه اللي حتكون كيف. الدورسال هورن هيديني حاجة اسمها روت. وما دام هو سنسوري هسميه سنسوري روت. طيب والفنترال هور هيديني روت. ما دام هو موتر هسميه شنو؟ موتر روت. او الدورسال روت اند فنترال روت. وده شايل لي سنسيشن فقط وده شايل لي موتر فقط. الاثنين هيتقابلوا عشان يكونوا لي شنو؟ سباينال كورد واحد يكون فيه ميكس يكون فيه الاثنين سنسيشن وموتر. اللي هو الاثنين هيكون لي شنو؟ هيكونوا لي السباينال نيرف. هيكونوا لي السباينال نيرف. لكن السباينال نيرف ذاته فيرزر هيتقسم لي انتيريور ريموس وسير ريموس. انتيريور ريموس يغذي لي الجزء الامامي من الجسم وسير ريموس يغذي لي الجزء البوستيريور من الجسم. اللي هي من هنا هيتقسم لي شنو؟ anterior and posterior rims. معناها لو جيت قلت لك سمي لي ديل تقول لي ده dorsal horn وده ventral horn. الدورسال horn هيديني شنو؟ sensory root. معناها ديل الروتس. وده هنا بالاحمر ده السباينال نيرف. طيب وهنا السباينال نيرف هيتقسم لي شنو؟ لريماي. الجميع ريماي. والمفرد ريمس اللي هو anterior ريمس and posterior ريمس. طيب لو جيت سالتك الكومبوننت اللي الحاجة اللي أنا شايلها، لو جيت قلت لك الأنتيريور ريموس فيه شنو؟ سنسوري ولا موتر ولا ميكس؟ هيكون ميكس. يعني السباينال نيرف تتقسم. لكن لو جيت قلت لك هنا الروت الفنترال روت شايل شنو؟ هيكون جاست موتر. لو جيت قلت لك السنسوري روت أو الدورسال روت شايل شنو؟ جاست سنسوري. السباينال نيرف ميكس، التوريا ماي ميكس. تمام؟ هنا الدورسال روت لما نيجي طالع بيعمل لي ريلي في جانجليون هنا اسمها دورسال روت
جانجليون اذا جينا كبرنا الشكل حلقة عامله كده اللي هي سودي نوبولر اللي تكلمنا عنه تولينج. الليمب الاول ماسك لي جوا شنو؟ معاه الدورس الفورا، والليمب الثاني حيواصل لي شنو؟ يخش لي في السباينال نير. معنا هذا مثال للسودي نوبولر. اليونيبولر اللي هيك بيل قلت لك حاسمها دورس الروت جانجليون وخلوها في الليكشر اللي قدام حنعرفها كمثال. طيب قاموا لقوا انه هنا في الحته دي في فور اللي هو الفور ده هسميه اللاترال فور، وحاليا خلوه بالجنب دي اللاترال فور، حاليا خلوه بالجنب هنعرف هو عباره عن. طيب الكلام ده بيحصل ليه في ايتش سيجمنت اوف سباينال كورد؟ السباينال كورد ده مقسم لسيجمنتس، إذا جينا عديناها من فوق لتحت حلقاها 31 سيجمنت، 31 سيجمنت. في كل سيجمنت حيطلع لي شنو؟ بايلاترالي بالاتجاهين، سباينال نيرف تجاه وسباينال نيرف تجاه. معناها أنا عندي كم سباينال نيرف؟ 31 بير أوف سباينال نيرفز، 31 بيرز أوف سباينال نيرفز. وطيب إذا جينا قسمناها قمنا نقسمها عليها حسب الريجن. في السيرفايكال ريجن حلقة عندي 8 سيجمنتس، معناها شنو؟ 8 سيرفايكال، والثوراسيك حلقة كم؟ 12 سيجمنتس، 12 ثوراسيك، واللمبر هتكون 5 لمبر، هيكون عندي 5 سيرفايكال اللي هي منطقة الحوض تحت. واخر حاجه كوكسيجيال اللي حيكون عندي 1 سيجمنت، اذا جينا جمعناها 8 12 20 10 30 31 بير. معناها انا من هنا وانا ماشي لقدام ده بريفرال نيرفس سيستم، فنحن كده تلقائيا بدينا نتكلم عن بريفرال نيرفس سيستم مكون لي من الروتس من السباينال نيرف من الرماي لحد ما اصل للريسبتر في السنسيشن لحد ما اصل للافكتر بتاعي في الموت. تمام؟ طيب في سؤال حيسالني سؤال حيقول لي يا اخي طيب السباينال كورد بيطلع لي 31 بير اوف سباينال نيرفز، طيب البرين ما حيطلع نيرفز؟ حيطلع نيرفز وحاديها اسامي اسمها الكرانيال نيرفز، دائما كرانيوم الى المخ فوق، وحيكون عددها 12، معناها ان دي 12 كرانيال نيرفز مهمه شديد لقدام حتعرفوها ان ديتيل، اللي هي حتكون متحكمه عليه في الحواس الاساسيه بتاعت الجسم، منها الفيجن والفاكشن الهيرنج، دي كلها بتتحكم لي فيها الكرانيال نيرفز، وبرضه الكرانيال نيرفز هي بارت اوف بريفرال نيرفس سيستم، مجرد ما تطلع خلاص بعتبرها بريفرال نيرفس سيستم. معناها البريفرال نيرفس سيستم فيه 31 سباينال نيرفز بايلاترالي وعندي 12 كرانيال نيرفز. ده الكروس سيكشن اوف ذا سباينال كورد، حاجة عندي تو بوستيريور هورس أو دورسال هور، هنا تو فنترال هور، دي سنتر الكنال، وده هنا الواي متر. طيب وهنا عندي لاترال هورس هنشوف أسي بتاع شنو. طيب نرجع للديجرام الأساسي عشان نكون ماشيين مرتبين، قلنا أنا الأنطوميكال كلاسيفيكيشن سنتر نيرفوس سيستم بريفرال نيرفوس سيستم، سنتر نيرفوس سيستم برين اند سباينال كورد تكلمنا عنه مع الكفرنج اوف ذا برين والبارتس اوف ذا برين والسباينال كورد تكلمنا عن الكورس سيكشن. بريفرال نيرفوس سيستم اللي هي الاوتسايد اللي هتطلع عليه السباينال نيرفز والكرانيال نيرفز برضه تكلمنا عنه. نمشي بعد ذلك الفسيولوجيكال موتر اند سنسوري. تمام؟ في الموتر اند سنسوري عندي فولنتري اللي هي سوماتيك، انفولنتري اللي هي اوتونوميك، والحاجة المهمة اللي هنتكلم عنها اللي هو الاوتونوم نيرفوس سيستم، مع انه في الفيسيولوجي هتاخدوه ان ديتيل لكن ناخد عنه بريف انفورميشن. اوتونوم نيرفوس سيستم هو ذاته مقسوم ليا لجزئين، اول شيء هو بيتحكم لي في كنترولينج ذا فيزرا، بيتحكم لي في الاعشاء الداخلية والتحكم بتاعه ان فولنتري. الليلة انت لو شفت لك حاجة خوفتك هتعرق، ضربات قلبك هتزيد، عيونك كده حتنط، انت دي ما حاجه بتتحكم فيها، ما حاجه تشوف لك حاجه انت خايف منها تقول يا اخي دقيقه منعرق، لا دقيقه دقات قلبي يزيد، لا دي حاجه تلقائيه انفولنتري انت ما بتتحكم فيها.
الحاجة بتتحكم فيها حاجة اسمها autonomic nervous system اللي هو فيه two parts sympathetic and parasympathetic. Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. كل واحد بيتحكم ليه في حاجة معينة. Sympathetic nervous system بيتحكم في حالات الاسترس، بيشتغل في حالات الاسترس اللي هي يا fight or flight. قلنا الليلة شفت لك أسد قدامك، يا إما أنت تجيب تكاتل الأسد ده دفاعي، يا إما تكب الزوغة وتجري دي فلاي. تمام؟ في الحالة دي في حاجات بتنتج، الجسم بيزيد ضخ الدم، أنت بتعري ضربات قلبك بتزيد، عيونك بتنطط، دي كلها سمبيستيك اكتيفيشن، دي كلها سمبيستيك نيرفس سيستم يشتغل. على عكس الباراسمبيستيك، الباراسمبيستيك بيشتغل متين؟ بيشتغل في حالات الريست اند دايجست، والله أنا راقد كده، فاتح التلفزيون، خدتني أكل قدامي، آكل ونوم. ريست اند دايجست، عشان كده دايما بنلقاه بيتحكم لي في الجي اي سيستم، في الجاستروانتستاينال سيستم، تمام؟ مين اللي الكلام فيه في فيسيولوجي؟ لكن انا بالنسبه لي كاناتومي عايز اشوفها طالع علي من وين؟ عايز اشوفها طالع علي من وين؟ من البريك الحته اللي بتتحكم فيهم اسمها هايبو صالامس، اسمها هايبو صالامس، هي بتتحكم لي في السمبثيتيك ان باراسمبثيتيك نيرفس سيستم. والهايبو صالامس قاعد علي في الداينكيفلون، مش قلنا البرين ده فيه سيريبرم داينكيفلون برين ستيم. في الداين كيفلون في جزء من الداين كيفلون اسمه الهايبو صالامس او منطقه تحت المهاد هايبو صالامس. طيب ولما نزل تحت الاسبان الكورد يا تجزم قبل شويه رسمنا قلنا عندي اللاترال هورنز في الجنبات دي تو لاترال هورنز حتديني الاوت فلو بتاع شنو؟ بتاع الاوتونوميك نيرفس سيستم. لكن كل واحده عندها اوت فلو براها، يعني السمبثيتك بيطلع من حته معينه من الاسبان الكورد والبرين والباراسمبثيتك كذلك. لما نجي نسميهم على انه سمبثيتك نسميهم سوراكم لمبر او فلو، تمام؟ والباراسمبثيتك هسميهم كرينيو ساكرال او فلو. انا احسب ليه؟ معناها السمبثيتك بيطلع لي من السوركس سوراسك سيجمنت بتاعت السباينال كورد من اللمبر سيجمنت اللي هي من تي 1 لحد ال 2 او ال 3، تمام؟ والباراسمبثيتيك اللي هي كرينيو ساكرا، كرينيو ساكرا كرينيال دي حتجنن الكرينيال نيرفز، لكن ياتهم انا عندي 12 اللي هم حيكون كرينيال نيرف العاشر والتاسع والسابع والثالث اللي هي بيحفظوها ب 1973، معناها الكرينيال نيرف رقم 10 ورقم 9 ورقم 7 ورقم 3 بيتحكموا ليه في الباراسمبثيتيك كرينيال بار. والساكرال اللي هي ساكرال سيجمنت الثانية والثالثة والرابعة. مش احنا نسيبهم الاسبان كورد فيه 61 سيجمنت بسميهم اذا السيرفايكال 8 بسميهم عشان السيرفايكال سي سي 1 سي 2 كده لحد سي 8. صوراسك مش 12 تي 1 تي 2 كده لحد الساكرال مش 5 اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 اس 5. S2 S3 و S4 في اللاتر الهورن بتاع بلقى قاعد عليه شنو؟ بلقى قاعد عليها بارا سمبثيتيك اوتفلو. طيب بتطلع وين؟ احنا نرسم السباينال كورد كروس سكشن سريع كده. ده هنا البوستيريور. طيب من هنا الداني هنا سنسوري، ومن هنا الداني موتور، وهنا عندي لاترال هون قاعد بيجي لاترال هون قاعد بيجي. طيب لما تيجي طالع تمشي بيها ولا بكيف؟ حتقوم تمشي ليه مع الفنترال روت، حتمشي ليه مع الفنترال روت. عشان كده الجزر سالك قال لك الفنترال روت فيه شنو؟ حاله فيه سنسوري او حاله فيه سوري موتر بالاضافه ل اوتونوميك. فنترال حاله فيه موتر ان اوتونوميك، تمام؟ لكن الدورسال جست سنسوري، جست سنسوري. ده حاجة كده بريف سريعة كده عن الاوتونوميك نيرفس سيستم. لو جينا مسكنا بس مثال في الهارت بلقى انه السمبثيتيك بيزيد لي الهارت ريت، انت ما قلنا عايزين تضخ دمك صح؟
بيزيد الهارت ريت وبيعمل لي فاز كونستريكشن للفاسكولار سيستم يضيق لي شنو الاوعيه الدمويه. عكس البارسينج سيتك هيقلل لي الهارت ريت هيعمل لي دايليتيشن للفيزلز برضه حنعرفها ان ديتيل. هنختم الليكشر بحاجه اسمها ديرماتوم ديرماتومز. طيب ديرماتومز معناها شنو؟ كلمه ديرما دي حاجه في الجلد. طيب ديرماتوم الديرماتوم هو سيجمنت اوف ذا سكين حته معينه في الجلد سبلايد باي سيرتن سيجمنت في السباينال كور. مش السباينال كور ده فيه سيجمنت قلنا سي 1 سي 2 سي كده لحد ما اصل الكوكسيديا سي 2 دي بتغذي لك حته معينه في السكين. يعني مثلا اذا جيت قلت لك الحته دي تي 2 هنا الدرماتوم الحته هنا اللي هنا تي 2 هتفهم شنو؟ بتلقوها في المراجع في الرسمه للجسم كله مخططه تي 1 تي 2 تي 3 تي 3 دي معناها السيجمنت الثالث الثوراسيك هو بيتحكم لي في شنو؟ في التغذيه بتاع السكين في الحته دي. معناها الديفينيشن اوف الدرماتوم certain segment of spine or of skin supplied by certain segment of spinal cord. طيب الفايده شنو؟ الفايده انه لو زول اتضرب في السباينال كورد مثلا والله خش في حادث لقوا انه اللمبر سيجمنت الخامس اتضرب هعرف كيف؟ وانا حافظ انه والله هنا مثلا فوق الركبه الاحساس بتاع الحته دي بالفاي. لو قطع عنك زول هنا ما حيحس لكن باقي الحتات حيحس. طوال انا بفهم انه الفاي دي اتضرب معناها طوالي بفوت انه شنو؟ الفايف في السباينال كورد دي الضربه كانت قصاده اثرت عليها ده جزء الابلاي. ده كده بريف توكينج اباوت نيرفس سيستم ونشوف نتقابل في الليكشر الجاي ان شاء الله.